تعب برشا، أموره تعب، التعليم تعب برشا، قد ما يزيد نهار قد ما يزيد يتعب، مش قد ما يزيد عام. أنت كتلميذة شنو النقائص اللي تشوفها في التعليم؟ برشا في من الإدارة ومتلامذة وبرشا تهمش مواد وبرشا قراية 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 وما ثمياش يعني المستوى في الذين ما ثمياش يعني. نقرا نهار كامل ومن بعد نروح نعمل سبور، أنا باك سبور الجمعة الجاي. عسلامة. عسلامة. رمضانك مبروك. عايشك علينا وعليك. أحكي لك كيفاش تعدي نهارك في رمضان؟ نقرا نهار كامل ومن بعد نروح نعمل سبور، أنا باك سبور الجمعة الجاي. أكيد قاعدة تحضر في حوايج باك سبور مالا. إي بتبيع. بطل الصندوق فيه باش تشري الحوايج. إي إي. إن شاء الله ربي يوفقك. عايشك. أحكي لي شنو المشاكل اللي واجهها التعليم في تونس اليوم؟ أنت كتلميذة شنو النقائص اللي تشوفها في التعليم؟ برشا في من الإدارة ومتلامذة وبرشا تهمش و معاملة الأستاذ معكم الأستاذ كيفاش يعاملوا فيكم؟ سيختو الباك حساس برشا معناها. فما أساتذة باهين وأساتذة خايبين. باك شنو أنت؟ باك إيكونومي. شنو ما الحاجات اللي لي ماتيغ اللي لاقي فيهم شوية صعوبات؟ تاريخ وجغرافيا، جيستيون، إيكو، كاو. ديجا هم عاملين حجب على المويانات متاعكم في بالي. شنو موقفك من الحكاية هذه؟ حكاية خايبة برشا، ما نعرفوش مستوينا باش اسكو نزيدوا في الريتم وإلا نقصوا. شنية رأيك أنت كتلميذة وشابة تونسية، شنية رأيك في المواقف والقرارات السياسية اللي أصدرها رئيسنا قيس سعيد في الآونة الأخيرة؟ حاجة ما تعجبش الحقيقة. حاجة ما تعجبش كهو. كهو. أحكي لك كيفاش تعدي نهارك في رمضان؟ والله تشوف ندور نعدي نهاري ندور هكاك، نعدي نهار هكاك ندور من حومة لحومة وأنا في تونس ندور ومن المدينة العربية نهبط هكا. شنو رأيك في رمضان؟ رزين. شنو رأيك في أجواء رمضان؟ والله باهي حلو رمضان السنة باهي، أما ناقصة برشا حاجات، الريحة نتاع رمضان تمشي كل عام يمشي تزيد تنقص. ريحة رمضان ماشية وتنقص، ما مش كيما قبل يعني. باش نسألك شنو رأيك في التعليم التونسي اليوم؟ تعب برشا، أموره تعب، التعليم تعب برشا، قد ما يزيد نهار قد ما يزيد يتعب، مش قد ما يزيد عام. تعب برشا من جميع المستويات. شنو رايك في المواقف الاساتذه والمعلمين في الاونه الاخيره؟ ثم أستاذ رمبيين بالرغم من اللي قاعد صاير الكل في المعاهد وفي البرشة، ثم الأستاذ مازالوا ثم باهين يعني رجالا ونساء، أما تشوف ماشي ويفسد التعليم في تونس. شنو الحاجات اللي تبدلت في التعليم؟ فما برشا حاجات صارت في التعليم التونسي، فما برشا شانجمون، فما برشا اختلاف. برشا اختلاف برشا، ما تبدلت برشا حتى في الكتب، في برشا حاجات يعني كي تدخل الكلاس يعني تعدي محسوب تعدي ساعتين ولا نهار كامل ما قريت شيء، يعني يعطيك كثرة مواد تقرأ في 19 مادة ولا 20 مادة وماكش قاعد تستوعب في حد شيء، يعني حتى مادة برك ماكش قاعد تستوعب في حد شيء. ما بالك قبل يقولوا أنهم يقرأوا يعني أقل مواد ويستوعبوا وطلعوا يعني ناس تفرج، وتو ما مواد وبرشا قراية 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 وما ثمياش يعني المستوى في الذين ما ثمياش يعني.